الحمد لله، الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيده المبسوط الدرر الغرر، به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية، بحمده الوقاية ونقاية الدراية، بحمده الوقاية وعين العناية وحسن الكفاية، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام، يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف، فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط، البحر الزخار والدر المختار وعزائل الأسرار وتنبير الأبصار، ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير، وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبين الحقائق، فيه المنية وبه العمية ومرافي الفلاح وإمداد الفتاح وأيداح الإسلام ونور الأيداح وكشف المدمرات وحل المشكلات وينابيع المبتغى والدر المنتقى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر، البدائع النبادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر، مغني السائلين ونساب المساكين، الحال القدسي لكل كمال قدسي وإنسج، الكافي الوافي الشافي المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر، مغني السائلين الحال القدسي لكل كمال قدسي وإنسج، المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي، عدة النوازل وأنفع المسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل، عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل، وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مسابيح الدجى ومفاتيح الهدى، لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين، والقتلين الكريمين كل منهما نور العين، وعلى مجتهدي ملتي ومجمع البحرين وأئمة أمتي وابناء الأكرم والأنوار اللامعة والغوث الأعظم سقيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الأصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين، وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين، آمين بجاه النبي جلال صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.